تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالنور والسرور والعافية، ودائما نصبح عليكم بروح التفاؤل والطاقة الإيجابية. نرحب فيكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل في الإعداد، فريق هيئة الصحة في دبي، ومعانا اليوم في التنسيق والمتابعة الأستاذة نجاة السويدي، وفي المخرج معانا اليوم مخرجنا وائل قواسمة. وفي التقديم معاكم محدثتكم دكتورة هند العوضي. مستمعين الأعزاء، تقدرون تتواصلون معنا من خلال البرنامج على الأرقام التالية 600551414، أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. حلقتنا اليوم متنوعة وعديدة وبالمواضيع، يعني مليئة بالمواضيع. رح نتحدث اليوم عن أضرار الشمس على البشرة، رح نتحدث كيف نحافظ على وزننا في العطلة الصيفية. لكن قبل كل هذا ناخذ خبرنا لليوم. خبرنا اليوم يقول: الاستحمام المتكرر يؤذي بشرة الطفل. أوردت مجلة بيبي أن فاميلي الألمانية أن الاستحمام المتكرر يؤذي بشرة الطفل الصغير، نظرا لأن بشرته حساسة للغاية. وأوضحت المجلة المعنية بالأسرة والطفل أن الاستحمام المتكرر يمكن أن يلحق ضرر جسيم بحاجز حماية البشرة، مما يتسبب في فقدان البشرة لمرونتها وتعرضها للتشقق والإحمرار والحكة. وقد يصل الأمر إلى اختراق البكتيريا أو أي مواد ضارة أخرى لجسم الطفل عن طريق هذه الشقوق، مما يؤدي إلى إصابته بالعدوى. وعشان نتجنب هاي المشكلة، احنا المجلة تنصح ان ما تزيد عدد مرات استحمام الطفل عن مرتين الى ثلاث مرات اسبوعيا، مع مراعاة ان لا تزيد مدة الاستحمام عن 10 دقائق، كما يراعى ان لا تزيد درجة حرارة مياه الاستحمام عن 37.5 درجة مئوية. وعن كيفية تجفيف بشرة الطفل بعد الاستحمام، أوضحت المجلة أنه ينبغي مسحها بالمنشفة برفق، وليس حكها أو فركها، وإلا فقد تتعرض بذلك إلى الإجهاد. الظاهر المجلة ما تعرف إحنا كيف ننشف أطفالنا بالمنشفة. وقد لاحظ الآباء احمرار بشرة طفلهم أو جفافها بعد الاستحمام، فينبغي عليهم حينئذ ترطيبها باستخدام كريمات ترطيب البشرة المخصصة للأطفال، مع مراعاة أن تخلو هذه الكريمات من المواد العطرية والمواد الحافظة والكحول، تجنبا لتهيج البشرة. وهذا كان خبرنا لليوم مستمعينا الأعزاء. ومن خبرنا ننتقل إلى اسم الجناح اللي كلنا صرنا متعودين على آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي. وبعد أيضا لاحظت أن كانت في بعض الاستفسارات عن طريق الرسائل النصية مستمعينا الأعزاء. في شخص سأل إذا هو يبي يعرف الأطفال من أي عمر يحق لهم التطعيم. حاليا الفئة العمرية اللي نسمح لها بأخذ التطعيم هي 12 سنة وطالع، 12 سنة ل 15 سنة اللقاح المسموح بأخذه هو لقاح فايزر بايونتك. فالأطفال من عمر 12 سنة وطالع يحق لهم أنهم يأخذون لقاح كوفيد 19.
وأيضا كان في استفسار ثاني، كان سائل إذا هو ماخذ الجرعة الأولى من لقاح ساينوفارم هل من الممكن أن يكمله بلقاح فايزر؟ طبعا احنا ما ننصح باخذ جرعة اولى من نوع معين وانه الجرعة الثانية تكون من نوع اخر. اذا انت اخذت الجرعة الاولى من لقاح ساينوفارم فانت المفروض تاخذ جرعتك الثانية ايضا من لقاح ساينوفارم. وطبعا في استفسار عن خدمات تطعيم في المنازل، طبعا اذا عندكم اي استفسار عن هذه الخدمات دائما تقدرون تتواصلون مع رقم اتصالنا 1-800-342 وتشوفون اذا في امكانية توفير هذه الخدمة لكم. ولكم احنا طبعا نقصد اصحاب فئات معينه مش للكل. في هذه الخدمه ساعات توفر لكبار السن واصحاب الهمم، ولكن حسب المعايير اللي معتمدينها. وأظن أني أنا رديت على الاستفسارات الموجودة كانت، وإذا كان في أي استفسارات خلال الحلقة أيضا سوف نقوم بالرد عليها، لكن الحين يا وقت أن ناخذ آخر ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي. صباح الخير أسماء. صبحكم الله بالنور والسرور والسرور عليكم وعلى كل مستمعي إذاعة سمر دبي. شو عندك اليوم من أخبار حقنا؟ ناخذ مجموعة من الأشياء اللي صارت في قنوات التواصل الاجتماعي من ضمن الأسئلة اللي كانت تصير عن طرق أخذ المواعيد، طرق أخذ المواعيد تصير عن طريقين، الطريقة الأولى من خلال تطبيق هيئة الصحة بدبي، والطريقة الثانية من خلال رقم الواتساب. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن يعني نحب نأكد عليها أنه لازم يكون لكل شخص عنده الإمارة النمبر، وممكن يحصلون رقم سجل الطبي من خلال الموقع الإلكتروني. ايضا من ضمن الاشياء اللي ايضا متداوله ان الاشخاص اللي يسالوننا شو الستبس اللي الواحد يقدر ياخذ في قنوات التواصل الاجتماعي اللي يحدد المواعيد عن طريق الواتساب، هي ايضا موجوده في تطبيق في انستغرام وتويتر وفيسبوك. من ضمن الاشياء اللي نحن ايضا ناكد عليها ان كيف طريقه تقديم الملاحظات. بعض الاشخاص ممكن يقولون نحن نقدم ملاحظاتنا لكن يعني ما ردوا علينا، لكن الملاحظات يعني مثلا على تويتر مفروض يسوون منشن أو يبعثون رسالة مباشرة على الحساب، إذا كان على طريق الإيميل ممكن يبعثون على وصف صوتك، هذا الإيميل الخاص بالملاحظات والشكاوى. أيضا ممكن أنهم يبحثون من خلال تطبيق هيئة الصحة، من خلال نظام الشات في الابليكيشن، وأيضا من خلال الموقع، ومن ضمن أيضا مركز الاتصال الموحد. وهناك أيضا نظام الشكاوى الموحد لحكومة دبي اللي هو e-complaints، ممكن أنهم يقدمون ملاحظاتهم تقريبا، وأيضا ممكن حضور الشخصي للمكتب الإدارة العامة. فكل هالأشياء ممكن أنهم يقدمون فيها ملاحظاتهم، وفي آلية لتصنيف الملاحظات والشكاوي وهي اللي تحدد كم يوم عمل يتم الرد عليها. أيضا من ضمن الأشياء اللي صارت أن أشخاص بعض الأشخاص يظنون أنه يعني إذا أخذوا التطعيم يعني خلاص ما يلتزم بالإجراءات الوقائية، ننزع الكمام، وهذا شيء غير صحيح، وهذا اللي نحن نأكد عليه دائما من قنوات التواصل الاجتماعي. يوم أمس كان عندنا الطريقة السلام الصحية الصحيحة، لأنه ما شاء الله قبل نشوف الناس يأخذون بعض بالأحضان، لكن أيضا نحن نأكد أهمية التباعد الجسدي جدا مهم، يعني مو بس سلامتنا أيضا سلامة الأشخاص اللي نحن نحبهم. تقريبا هالأشي اللي كان في قنوات التواصل الاجتماعي. أتمنى لكم الصحة والسعادة. ودمتي بصحة وسعادة، كانت معانا اسم الجناحي وعطتنا آخر ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، حدثتنا عن نظام أخذ المواعيد لدينا للقاح كوفيد-19 أو بشكل عام أيضا مستمعينا، وأيضا حدثتنا شوي عن آلية تقديم الملاحظات في كذا وسيلة مستمعينا تقدرون أنتوا يعني تقومون بإعطاء هذه الملاحظات. تقدرون يا أما أنتوا تتصلون في مركز الاتصال الموحد، في إيميل خاص، بريد إلكتروني خاص اللي هو وصل صوتك dha.gov.ae، تقدرون تقدمون ملاحظاتكم عن طريق DHA Application تطبيق ذكي لهيئة الصحة، موقعنا الإلكتروني أيضا بإمكانكم تدخلونه وتعطون ملاحظاتكم، وبعد في النظام الشكاوى الموحد لحكومة دبي، قنوات التواصل الاجتماعي، بس عشان إحنا نقدر
نقدر نعرف الملاحظة هذه لازم أنتم تسوون منشن على DHA، إلى جانب بإمكانكم دائما أنكم تحضرون شخصيا وتقدمون هذه الملاحظات. هاي كانت آخر ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي مستمعين الأعزاء. بنطلع فاصل قصير وبعد الفاصل راح نتحدث عن الغذاء والصيف. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. تقدرون دائما تتواصلون معنا مستمعين الأعزاء على الأرقام التالية 600551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. يكتسب كثير من الطلبة وزن زائد خلال العطلة الصيفية بسبب الكسل والخمول والابتعاد عن ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية بشكل عام، وهذا الأمر قد ينعكس سلبا على لياقتهم البدنية، وربما يسبب هذا لهم العديد من المشاكل الصحية. عشان نتحدث عن هذا الموضوع وكيف ممكن الطلبة يحافظون على وزن طبيعي خلال عطلتهم الصيفية، يسعدنا أن يكون معانا اليوم عبر الهاتف الأستاذة فاطمة الخروصي، أخصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة في دبي. صباح الخير أستاذة فاطمة. أهلا وسهلا، صباح النور أستاذة فاطمة. لو تحدثينا كيف ممكن الطلبة يتفادون زيادة الوزن خلال العطلة الصيفية؟ طبعا احنا عارفين مثل ما تفضلتوا ان زيادة الوزن دائما تكون خلال العطلة الصيفية خاصة عند الطلبة، بس عشان نتفادى هذا الشيء دائما نقول لهم نحافظ على ان نشغل اوقاتهم مثلا مش بس الرياضة، لأن احنا لاحظنا في الفترة الأخيرة حتى الأطفال يكرهون من مجرد نقول لهم رياضة، لأن في إجبار من الأهل على رياضات معينة أو رياضتهم متحابينها. دائما عندنا أشياء ثانية مثل التحدث مع أصدقائهم، مثلا تقوية وسائل اجتماعية عن طريق مثلا ترابط اجتماعي، يلتحقون مثلا مع أي حد من الأطفال يمارسون رياضة عادية في البيت أو في أي مكان في حديقة. الشيء الثاني ما نحاول نخلي مثلا معدتهم فارغة طول النهار، بحيث أن لما يجون على وجبة الغداء أو وجبة العشاء يأكلوا كميات كبيرة أو بشراهة. فدائما نحن ننصحهم تكون وجبات خفيفة عندهم صحية، بحيث أن تشبع رغبتهم أو تشبع جوعهم في نفس الوقت يستفيدون منها. أيضا دائما نقول الأهالي ما يحاولون يأخذون أولادهم مثلا لمطاعم فيها بوفيهات، خاصة البوفيهات فيها أغلبيتها تقريبا تكون فيها أطعمة مقلية أو كميات كبيرة تقريبا من الأطعمة اللي هي فيها سعرات حرارية عالية. فدائما ننصحهم أن يستخدمون مثلا الوجبة الرئيسية مع مثلا طحن أو نوعين من الصحون، مثلا السلطات أو شوربات، ونبتعد عن المقبلات اللي هي تكون في الغالب تكون غنية بالأجبان أو الأطعمة الدسمة أو مقلية اللي هي قبل تكون الوجبة الرئيسية، خاصة أنا عندي مثلا طفل جسمه بدأ يزيد يعني في الفترة الأخيرة أو في فترة الصيف. دائما ننصحهم تناول مثلا الطعام ببطء، ما يكون بشراهة أو بسرعة، لأنه عشان يوصل الإنسان لإشارة الشبع أو الامتلاء لازم يحتاج أنه تقريبا 20 دقيقة 15 دقيقة عشان يوصل لهالهدف. فدائما ننصحهم أنه ما يستعيلون في الأكل أو البدء، لازم يكون يمضغهم كمية يعني بطريقة أبطى، يتناولون طعام صحي، يتناولون وجبات فيها بروتين لأنها دائما تشعرهم بالشبع ويستفيدوا منها من ناحية النمو والبناء بناء الخلايا. نجنبهم دائما منبهات، لأن المنبهات بعد تخلي شهية الطفل أو الطالب إن للأطعمة الدسمة أكثر مثل الحلويات. دائما حتى الأدوات اللي نستخدمها للاستخدام للأكل سواء الصحون أو الملاعق لازم تكون يعني مصغرة، ما تكون بحجام كبيرة، حيث أن الطالب يقتنع أنه يأكل وجبة الصحة ممتلئة لكن في صحة نظيفة. نعم.
طيب أستاذة فاطمة، أنت قلتي أن الرياضة جدا مهمة، ولكن خلال الظروف الحالية المتعلقة بجائحة كوفيد-19 الكثير منهم يتجنبون الذهاب إلى الصالات الرياضية لممارسة الرياضة، فبشو تنصحين هاي الفئة من المجتمع؟ شوفي، هم فعلا صاروا فئتين من الناس، في منهم يحبون بعدهم للرياضات الصالات الرياضية المغلقة، ودائما ننصحهم ان يتخذوا الاجراءات الاحترازية، تكون مسافة ما بين شخص والثاني تقريبا 6 أقدام، تجنب مثلا تغيير الملابس او تبديل ملابس غرف الملابس او الغرف المشتركة، دائما استخدامهم للعصائر او الماء اللي يستخدمون الخاص فيهم ما تكون مشتركة، أيضا استخدام معقمات اليد، وفي نفس الوقت إحنا ننصحهم في النهاية لأنهم بعد مثلا يتبعون الرياضة اللي يكون عن طريق النت أو في أجواء مثلا الخارجية، مثلا مارس الرياضة في الخارج والهواء الطلق أكثر، مارس الصالات المغلقة، استخدام الكمامات الاحتياطية لأنه ممكن خلال استخدامهم هم يستخدمون يعني يسوون رياضة تعرق هالكمامة ويحتاج تبديل. فهذا يعني من ضمن النصائح اللي احنا دائما ننصحهم فيها، بس في النهايه ممارسه الرياضه تكون الخارجيه افضل دائما من المناطق او الصالات المغلقه. صحيح، واضيف على الكلام اللي قلتي ايضا انه يختارون صالات الرياضه اللي مو مزدحمه بالكثير من الاشخاص، وايضا يختارون الاوقات اللي ما تكون فيها ساعات الذروه عندهم، وياخذون كافه اجراءاتهم بعد. ايوه، في بعض الصالات تكون مثلا متاكد ان هاي الصالات تتعقم بشكل دوري. بالضبط، الصالات تتعقم، الصالات متقيده بالعدد المسموح له، هل هم يقومون بتعقيم الاجهزه، الصالات ايش كثر يعقمون وكيف يعقمون، هاي الاشياء. وبعدين احنا نقدر يعني نمارس الرياضه في الصالات الرياضيه، ولكن نقوم باختيار المكان الصح، ونتاكد ان احنا ايضا نلتزم باجراءاتنا اثناء وجودنا في هالمكان. أكيد. طيب أستاذة فاطمة، شو تعطي نصايح لأولياء الأمور عشان يساعدون أبنائهم في الحفاظ على لياقتهم الصحية، وأيضا في الحفاظ على نمط غذاء صحي لهم؟ شوفي، هو النمط الغذائي مع ممارسة الرياضة أكيد مهم، يعني تناول طعام صحي مع ممارسة الرياضة مهم جدا، لكن أنا لازم أول شيء أنتبه لطفلي أنا شو اللي حابينه من الرياضات، ما أضغط عليه عشان ما يكره الرياضة. الشيء الثاني أشوف الرياضة اللي تناسب الطفل نفسه أو الطالب نفسه ومقدرته على إنجاز هاي الرياضة أو هالمقدار. في بعض الناس مثلا ممكن يخلون عيالهم مستحقين لبعض المحسكات الرياضية أو النوادي الرياضية، هاي بعد مهمة في هاي الحالة. أو في ممكن يكون مثلا رياضة أنا أخلي الطفل يمارس بحيث أنه يحبها، خاصة أنت عارف في هالفترة الأطفال دائما على التلفزيون أو على أجهزة إلكترونية، ففي بعض الألعاب ممكن تكون إلكترونية بحيث أنه فيها حركة للطالب نفس الوقت أنه يكون إلكترونية. إذا يعني الأهالي صعب عليهم يودون عيالهم، لكن دائما أنا أخلي فيه حركة، أو يكون بيني وبين الولد نفسه اتفاق أن أنا بعطيك مثلا التلفزيون أو الجهاز هذا اللي تستخدمه مثلا هالكمية، يعني هالساعة هاي أو نص ساعة، بس شرط أنك أنت تنجز لي نوع من الرياضات أو الحركة أو تمارس لي شيء من الرياضات اللي تخليني أنا أتأكد أن طفلي يتحرك، عشان ما يوصل للطفل مرحلة البدانة ومعرض للخطر الإصابة بالسكر وأمراض القلب والأمراض اللي هي تكون مرتبطة بأمراض البدانة. جميل أستاذة فاطمة الخروصي، هل في من نصائح أخيرة حابة تقدمينها للمستمعين الأعزاء بشكل عام عن نمط الغذاء الصحيح، وبشكل خاص عن العطلة الصيفية هذه؟ طبعا النمط الغذائي الصحيح هو النمط اللي يعتمد على نظام غذائي صحي متوازن فيه جميع المغذيات والعناصر الغذائية من كربوهيدرات وبروتين ونشأ وخضار وفاكهة ومنتجات ألبان، لكن تعتمد هاي السعرات الحرارية والعناصر هاي كلها على حسب عمره مراحل العمرية سواء أطفال أو بالغين أو شباب. نفس الوقت الرياضة مهمة، لكن الرياضة المهمة اللي هي أنا أقدر أختارها بحيث أنها تناسب وضع الطفل نفسه، وفي نفس الوقت تخفف علي ضغط مجهود، مثلا أنا أضغط على الطفل بيوصل لشهر سبتمبر إن شاء الله سنة دراسية جديدة يحتاج تحصيل علمي ممتاز، يحتاج جسم يعني صحي، في نفس الوقت
متخذ عادات غذائيه مفيده بحيث اذا دخل المدرسه ان شاء الله يكون عارف بالعادات الغذائيه. فانا افضل ان اطور طفلي في خلال الفتره الصيفيه على نظام الغذاء الصحي. صحيح. أستاذة فاطمة الخروصي، الحديث معك كان جدا شيق والنصايح اللي عطيتينا أيضا جدا مفيدة. شكرا على وقتك الثمين، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك حبيبتي، شكرا، مع السلامة. كانت معنا الأستاذة فاطمة وعطتنا بعض النصائح المتعلقة في حفاظ على الوزن خلال العطلة الصيفية. طبعا هذه النصيحة مش فقط للطلبة، هذه النصيحة بشكل عام للجميع، لأن خلال العطلة الصيفية الواحد نشاطه البدني شوي يكون محدود. لكن مستمعينا الأعزاء، في العديد من الخيارات اللي بإمكانكم أنكم تمارسون فيها أنشطتكم المفضلة. في العديد من الأنشطة الرياضية الصيفية أنت تقدرون تمارسونها، وأيضا إذا كنتوا حابين تروحون للصالات الرياضية تقدرون، لكن لا تنسون إجراءاتكم الاحترازية المتعلقة بكوفيد-19 بشكل عام. يعني كلكم صرتوا تعرفونها، ولكن في نصايح إضافية بخصوص هذه الصالات. وايد مهم تختارون الصالة اللي تتبع الإجراءات من حيث العدد المسموح له، من حيث إجراءات التعقيم في المكان. وبعد لا تنسون أن أنتوا أيضا مسؤولين عن حفاظكم على هذه الصالة الرياضية باتباعكم للإجراءات الاحترازية. مستمعين الأعزاء، بنطلع فاصل قصير، وبعد الفاصل بنكمل حديثنا عن الصيف، لكن هاي المرة بنتحدث عن البشرة وكيف إحنا نقدر نحميها من أضرار أشعة الشمس. فاصل قصير وراجع لكم. صحة وسعادة. رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. تقدرون تتواصلون معنا مستمعين الأعزاء إذا كانت عندكم أي استفسارات أو أي ملاحظات على الأرقام التالية 600551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. وحديثا عن الرسائل النصية، يعني استفسار أن الشخص يقول أنه الطعم بلقاح ساينوفارم وحاب أن يعيد أخذ اللقاح فايزر بايونتيك، فمتى هي المدة اللي يقدر ياخذ فيها هذا اللقاح؟ بالنسبة لهيئة الصحة في دبي ما زلنا هذا الدليل ما قمنا بإصداره، لكن إن شاء الله في القريب العاجل بنعطيكم الرد المناسب بخصوص هذا. لكن الجهات الصحية الأخرى تقوم بتوفير لقاح فايزر بايونتك للذين أخذوا لقاح ساينوفارم، ولكن بعد مرور 6 أشهر من أخذهم للقاح ساينوفارم. ومن ردود ردنا على بعض الرسائل النصية مستمعين الأعزاء، ننتقل إلى أضرار أشعة الشمس على البشرة وكيف إحنا ممكن نقي نفسنا منها. طبعا إحنا نعرف أن أشعة الشمس لها بعض الفوائد عندما نتعرض لها باعتدال، فهي تعتبر مصدر أساسي لفيتامين د، ولكن عند التعرض لأشعة الشمس بشكل مفرط وخصوصا أثناء فترة الظهيرة فإنها قد تسبب ضرر كبير على البشرة. وعشان نتحدث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا ويشرفنا أن يكون معانا اليوم عبر الهاتف الدكتورة فاطمة خليفة الحضري، أخصائي في الأمراض الجلدية في هيئة الصحة في دبي. صباح الخير دكتورة فاطمة. يا هلا، صباح النور. دكتورة، لو بداية تحدثينا عن أضرار التعرض المباشر لأشعة الشمس. أول شيء أشكركم طبعا على استضافتي في هذا البرنامج. بالنسبة للشمس، الشمس مهمة جدا بالنسبة لنا، لكن مثل ما لها إيجابيات فيه طبعا لها سلبيات، والتعرض مباشر للشمس يؤثر على بشرتنا على المستوى السطحي وكذلك على المستوى الخلوي من داخل. فطبعا أول شيء ممكن نقول هي تسوي لنا، ممكن تسبب حروق الشمس، ممكن تسوي لنا شيخوخة البشرة المبكرة، ممكن تؤثر إلى يعني تؤدي إلى تصبغات البشرة، ممكن تسوي لنا الحساسيات اللي تؤدي بعض الأمراض، وممكن بعد تسوي لنا الأمراض الجلدية يعني بعد الحروق، ممكن طبعا تسوي لنا بعض أمراض السرطانات اللي هي مثل سرطانات القاعدية الجلدية القاعدية والخلايا الحرشفية،
وعندنا الميلانوما، وكذلك أيضا ممكن تأثر على العين وتسوي لها مرض الكتراك اللي يؤدي إلى العتمة في العين وتعكر العدسة. طيب دكتورة، كيف إحنا ممكن نقي نفسنا من كل هاي الأضرار اللي ذكرتيها من هاي الأشعة؟ كيف نحمي عمرنا؟ طبعا صح كلامك، الوقاية خير من العلاج. فأفضل شيء الواحد إنه يعني عدم التعرض للشمس خلال فترة الذروة اللي هي من عقب الساعة 10 الصبح تقريبا إلى الساعة 4 الظهر في جونا هنا في الإمارات. وسمون الواحد ممكن طبعا لازم يحط كريمات واقية من الشمس، إذا ولابد لازم يطلع في الشمس ويحطها مثلا كل ساعتين إلى 3 ساعات إذا هو ما زال متعرض للشمس، لأن مفعولة حتى لو مكتوب 24 ساعة ترى هو مفعولة يتم ساعتين إلى 3 ساعات وخلاص، يعني ما يعود فعال. ونفضل الأرقام اللي تكون موجودة على كريم الشمس، مثلا SPF ناخذ 30 وأكثر ما ناخذ أقل. كذلك اللي مثلا مكتوب عليه يسمونه مثلا عادي، إذا الواحد حطه وتعرض للماء مضاد للماء، لا هذا حتى هذا نقول لهم بعد عيد ومرة ثانية يحطوه، لأن مثلا الناس اللي يسيرون للسباحة هذا البحر. بالنسبة للناس اللي طبعا ياسين تحت الماء تحت الشمس فترات طويلة، ننصحهم شرب كميات كبيرة من الماء والسوائل. كبار السن ننصحهم أن يتجنبون هذا الشيء. طبعا لازم يلبسون ثياب واقية من الشمس، كم طويل ونظارات شمسية عشان تحجب عنهم الأشعة فوق البنفسجية. والناس اللي يسوون التان نقول لهم أفضل لو ما يسوون هذا الشيء، لأن طبعا ها ممكن يسوي لهم مشاكل في المستقبل، ممكن عرضة للسرطانات أيضا. وننصح الناس الجميع أن يأكلون الأغذية الغنية بالمضادات الأكسدة مثل الفواكه والخضار. طيب دكتورة، أنت ذكرتي ثياب الواقية، هل في من ألوان معينة من نوعية قماش معينة ممكن الشخص يعني يحرص على ارتدائها عشان يحمي نفسه؟ الألوان الفاتحة، خاصة لو كان الأبيض يكون أفضل شيء، والأقطان، نتفادى طبعا السنثاتيك ماتيريال، الحراير والنايلون والأشياء هاي نبعد عنها. وقلتي عن الواقي الشمس لازم يكون درجة 30 أو أكثر مش أقل من ذلك. دكتور، احنا نعرف يعني أن يعني أهمية دور الماء ودورها في الوقاية من الجفاف اللي ممكن قد يسببه، لو تذكرين مستمعينا عن هذه الأهمية وبالأخص للبشرة. الماء طبعا الماء مهم جدا بالنسبة لنا لأنه يقينا من الجفاف. الواحد لو تعرض للشمس فترات طويلة أكيد بيصير للجفاف، وبعد الجفاف مع درجات الحرارة العالية هذا بيسوي اختلال في الدورة الدموية، وهذا ممكن طبعا يؤدي إلى عدم وصول الدم كافي للمخ ويسوي لنا زيادة خفقان القلب واختلال في التنفس، ممكن يؤدي إلى ضعف في الجسم، وفي بعض الحالات يؤدي إلى الإغماء والهذيان. فعشان شيء لازم نشرب دائما ماء، وحتى لو شفنا حالة مثلا قدامنا على وشك الإغماء أو مثلا شفناه تعبان على طول نسارع بنا نعطيه ماء وسوائل أساس يتفادى المضاعفات اللي ممكن تصير من الجفاف. جميل جدا. طيب دكتورة، احنا نعرف ان انت قلتي ان اشعة الشمس قد تسبب الشيخوخة المبكرة، لو شوية نتحدث اكثر عن هذا الشيء. نعم، اشعة الشمس طبعا نعرف ان فيها الترا فايلت، الاشعة اللي هي فوق البنفسجية، هي هذه اللي تسوي لنا المشاكل. في هاي تنقسم الى 3 انواع، A و B و C. عندنا البي عادة تكون مسؤولة عن الحروق، لأن هي تدرين تأثر على الطبقة العليا من البشرة الخارجية أكثر شيء، ما تدخل وايد عميقة يعني. لكن عندنا أشعة الاي الألترا فايلت اي تخترق الطبقات إلى تدرين من السطح إلى الأعمق، فبالتالي هاي تؤدي إلى تدرين تحفز إنتاج الذرات الحرة، وهذا يسوي لنا إجهاد التأكسدي في البشرة، وعقب يأثر هذا الشيء على تلف، يؤدي إلى تلف الحمض النووي. وهذا طبعا الحمض النووي يتلفه بشكل غير مباشر يؤدي إلى الشيخوخة المبكرة، ويسوي لنا تلف تدمير حبل الكولاجين والإلاستين اللي هم طبعا هم اللي يعطونا يسمون الملمس الناعم والامتلاء الجلد. فبالتالي إذا قل عنا الكولاجين والإلاستين هذا يسوي لنا التجاعيد، وعقب من ثم يسوي لنا التصبغات والشيخوخة المبكرة في البشرة. نعم. طيب دكتورة، كيف احنا ممكن نتعامل مع حروق الشمس وكيف احنا ممكن نخفف آثارها على الجلد؟ أول شيء من نشوف طبعا الحروق عندنا نوعين، ممكن يكون عندنا حروق سطحية بسيطة هذه تتم عندنا كم من يوم،
وعقب تتقشر وخلاص تروح. لكن عندنا بعد حروق عميقة تكون أكثر خطورة، هاي طبعا اللي ممكن تأثر على البشرة من تحت وتوصل للعمق يعني، وتكون مؤلمة لأنه ممكن توصل حتى للأطراف العصبية وتتم فترة طويلة. فإحنا أول شيء يعني عشان نتفادى المشاكل وإنه ما تكون عندنا الحروق العميقة، أول شيء نكثر من شرب الماء. وإذا شفنا واحد مثلا قدامنا محترق ولا ها، أول شيء نشربه ماء كثر ما يقدر يشرب. ليش؟ لأن الحروق تؤدي إلى شفط المياه من الجسم. أيوة. فلازم نعوض هذا النقص بشكل فوري. ومن ثم طبعا ممنوع نحط إليه ثلج أو ماء بارد، لكن نحط إليه ماء فاتر، نغسل بالماء فاتر، نغطي الأماكن المتعرضة للشمس أساسا نقلل من الحروق زيادة. من ثم نستعمل كريمات علاج الحروق، عندنا وايد كريمات مثل الميبو والفلامازين والأشياء هاي. وساعات تتكون عندنا مثل الفقاعات اللي تكون فيها الماء، البثور اللي فيها الماء هاي المفروض ان احنا ما نلعب بها ولا نتعبثها، نخليها لان هاي بروحها تكون مصدر ترطيب للبشرة. طبعا اذا ما ناخذ الدكتور وهناك يعالجه. صحيح. وشو عن جل الصبار دكتورة؟ الألوفيرا في العديد ينصح باستعماله خصوصا للحروق السطحية اللي ذكرتيها، شو رأيك في هذا الجل؟ هو لا صح كلامك، هو الصبار له كولينج افكت يعني تبريد، يبرد المكان. أيوة. فبالتالي تعرفين مثلا الأوعية الدموية تتمدد مع تعرضها للحرارة الزايدة، فهذا يسوي له كولينج يعني يخليها تهدى شوي، وتدرين والاحمرار يخف، وحتى المريض يحس انه شويه بدا حاله يتحسن يعني. لو في مجال لنا مثلا ان كريم الصبار ممكن نحطه اياه في نفس الوقت. اوكي، نقدر نستعمل كريم الصبار. هل في من كريمات اخرى ايضا نقدر نستعملها، المرطبات العاديه، ولا ما تنصحين في البدايه؟ لا لا، ما انصح المرطبات اثناء الحروق لانه ممكن تسد عندنا المسام، فبالتالي ممكن تضاعف المشكله. طيب وشو نسوي في الآثار دكتورة؟ لأن ساعات يظل في أثر حتى بعد ما نشفى من هذه الحروق، يظل فيها الأثر، فشو تنصحين كيف نتعامل مع الآثار هذه؟ الآثار إذا كانت الحروق سطحية مثل ما ذكرتوني إن هي بتكون سطحية بإذن الله عقب فترة بسيطة بتروح. طيب. لكن الآثار العميقة طبعا ممكن نستعملها كريمات التفتيح ويعني موجودة ما شاء الله بكثرة يعني. بس احنا ننصح دائما كريمات التفتيح يشاورون في الطبيب المختص وما ياخذون الخلطات الموجودة في وسائل التواصل الاجتماعي، لان اغلبيتها تحتوي على مواد في المستقبل يمكن راح تضرهم، يعطيهم يمكن اثر فوري لكن مستقبلا لا اثار اكبر يعني واكبر من هذا الشيء. شو رايك دكتورة؟ نعم كلام صحيح. تدرين في بعض الخلطات اللي يحطون فيها بعض انواع الكريمات الكورتيزون اللي هي قويه جدا، وهذا يؤدي الى ضمور في البشره. يعني انا اتذكر جديتني كم من حاله، تدرين يعني البشره تكون اوريدي ضامره كانها عيوز، بشره رفيعه جدا حتى اللي تحتها يعني تشوفينه، تقول لك انا حاطه كريمات التفتيح وايد فادني وبيضت يدي لكن الحين عالجوني. طبعا ما عندنا علاج، خلاص البشرة صار فيها ضمور، يعني ما نقدر نعالج الشيء اللي اوريدي ضمر. فهذا نحن دائما ننصح الناس لا تستعملون الخلطات اللي انتم ما تعرفون شو محتواها، ودائما افضل شيء مثل ما ذكرتي الواحد يصير عند الطبيب الاخصائي وينصحه ايش يحط. صحيح دكتورة، يعني أنا استغليت وجودك معانا اليوم عشان أيضا ذكرينهم أن ما يستعملون هاي الأشياء الخلطات الموجودة، وخصوصا هي ما تكون معتمدة أو مرخصة أيضا من الجهات الصحية، أغلبيتها تحتوي على الكورتيزون، وكورتيزون مدى بعيد على البشرة مثل ما قلتي يسوي ضمور، وهذا الشيء مو بشيء يرجع لطبيعته، خلاص هذا الشيء يظل دائما وتأثيره يظل إلى الأبد، يعني ما لرده. البشرة لما تصير فيها الضمور صعب جدا أنها ترجع مثل ما كانت. صحيح. طيب دكتورة، احنا قلنا أن أشعة الشمس تفيدنا لنستفيد من فيتامين دال، فشو هي الفترة الزمنية الآمنة اللي ممكن احنا نتعرض فيها من أشعة الشمس عشان نستفيد الاستفادة القصوى من فيتامين دال؟ هي أفضل فترة طبعا الاستفادة من الشمس من شروق الشمس لين تقريبا الساعة 10-10:30، هذه آمنة جدا لأن لا تسوي لنا حروق ولا تسوي لنا مشاكل، ولكن بالفعل يعني تفيد أن الواحد يستفيد منها وينشط الفيتامين دال عنده. لكن مثل ما توني ذكرت من الساعة من عقب الساعة 10 إلين الساعة 3-4 عندنا، نحن نحذر الناس لا تطلعون في الشمس في هذا الوقت مهما كان، لأن هذا هو الوقت اللي ممكن يسوي لكم الحروق والمشاكل كلها.
طيب عشان احنا يعني نستفيد من فيتامين د، نحط واقي الشمس دكتورة، ولا ما تنصحين نحط واقي الشمس أثناء تعرضنا للأشعة اللي نحن نحتاجها عشان فيتامين د وننشط الفيتامين في جسمنا؟ نحن دائما نقول لهم حطوا كريمات الشمس، بس اساس ان البشره ما تحترق، خاصه الوجه مثلا والايد. اذا الواحد يبغى يستفيد من فيتامين د ممكن يطلع في الاوقات الغير مو اوقات الذروه، مو لازم يحط كريم الشمس هاك اللحظه، لان هذا صحيح. الوقت مو مشكله يعني ما بيسوي له حروق. ايوه فتعرفين ممكن الواحد يمسك العصا من النص، صحيح. يعني ممكن يتعرض للشمس بس يتفادى اوقات الذروه، واوقات الذروه هي لازم يحط كريمات الحمايه، لكن اذا مثلا بيطلع الصبح بدري وكذي عادي اذا ما يحط كريمات مو مشكله، لانه هذا الشيء ما بيسبب ان شاء الله مشاكل. لأن في دكتورة في حلقة سابقة قالت 10 دقائق 3 مرات في الأسبوع يكفي إنك أنت تستفيد من أشعة الشمس هذه، وبس بشرط أن تكون كاشف الإيد والريل. يعني 10 دقائق 3 مرات في الأسبوع هذه تعتبر يعني نسبة زمنية يعني وايد أنا أشوفها مناسبة. دكتورة أنت شو رأيك؟ هو صح، في بعض الدراسات تقول إنه هذا الشيء يكفي. أيوة بالفعل بالضبط. صح، في دراسات كثيرة تقول هالكلام، كلامه صح. طيب دكتورة، أنا بستغل وجودك، أنا أعرف أن أنت ضد التشمس والتان هذا، بس إحنا نعرف أن العديد من المستمعين راح يسوون هذا الشيء، فكيف إحنا ممكن نعطيهم بعض النصائح اللي يعني إحنا نعرف أنها هي مضرة، ولكن بعد نحاول نحميهم قدر المستطاع دكتورة؟ والله شوفي، يعني مو اللي احنا ما ننصح بالتان، إيه. ممكن الوحده اذا ولا بتبغي ممكن تحط كريمات، تعرفين كريمات الاساس اللي هي تكون درجه صحيح. درجتين اقل عن درجه التان ممكن، صحيح. لان هاي تدرين مشاكل التان ما تطلع الحين، تطلع عقب الواحد لما يكبر، لان في الشكل هو يكون اثر على بشرته، وفي المستقبل لا سمح الله في ناس يكون لهم قابليه تستولهم انواع السرطانات، يعني احنا ابدا ما ننصحهم. تمام دكتورة، هل في من نصائح أخيرة حابة توجهينها للمستمعين بخصوص أشعة الشمس وتأثيرها على البشرة؟ أنصحهم، الشمس طبعا هي مصدر طاقة ومصدر سعادة، يعني بالناس اللي مثلا بلدان ما تطلع عندهم الشمس تلاقي معظمهم عندهم اكتئاب، فنحن الحمد لله الله عطلنا هذه النعمة، ولكن نحن لازم تدرين نستغلها بالشكل الصح. فنحاول مثلا بنطلع الحين خلاص كريمات الشمس متوفرة في كل مكان، تغطية الوجه تحطين كريمات الشمس، البسي لك القبعة مثلا إذا أنت زارع البحر، تعرفين تفادي كريمات، تفادي التعرض للشمس كثر ما تهومين في وقت الذروة، أذروايز عادي استمتعوا. طيب دكتورة، الكريمات الواقية يعني انتي مثل ما قلتي الخيارات وايد متوفرة، فالواحد يضيع صراحة، أنا شخصيا أضيع بين هاي الكريمات كلها وما أعرف أفرق فيما بينها، اللي كاتب لي 30 واللي كاتب لي 50 واللي كاتب لي اليو في اي واليو في بي، هاي الأشياء يعني أحس مثل طلاسم للشخص اللي ما يفهم فيها دكتورة، فلو شوية تشرحي لنا بطريقة مبسطة شو يعني هاي الكلمات هذه كلها المكتوبة. اوكي، انا بسير الحين مثلا فرضا انا اللي بسير بشتري كريم الشمس، اول شيء اشوف بشرتي اذا كانت دهنيه جافه عاديه، على اساس اول شيء الاختيار لي يكون على حسب بشرتي. رقم 2 على حسب التعرض، مثلا في بلدان الاوروبيين يقول لك 15 SPF 15 is enough، بالنسبه لنا احنا هني لا، شمسنا شوي اقوى، فبالتالي احنا ناخذ 30 واكثر، يعني دائما الاس بي اف الرقم اللي موجود على كريم الشمس نفضل ناخذ 30 وصاعد، 30 40 50 وتبقى. تمام. ومن عقبها مثلا انا مثلا ابغى انا مثلا عندي بعض العلامات بعض الاشياء ابغى اخفيها، ممكن استعمل كريم الشمس اللي هو يكون فيه تنتد، يعني مكتوب عليه تنتد اللي هو فيه كريم فيه كريم ملون يكون، يعني نعم يكون شوي ملون مثل كريم الاساس، ممكن احطه. احاول اتفادى كريمات اللي وايد سميكه، تعرفين تعطيك سمك في البشره، لان هاي ما تخلي البشره تتنفس، يعني تعرفين فممكن تسوي لهم حب الشباب، الناس مثلا احنا نحب الشباب، الشباب اللي فيهم حبوب يفضل يشتروا لك كريم الشمس اللي للبشره قابله لحب الشباب، عرفتي، عشان ما تزيد مشكلتهم مشكله حب الشباب. بالنسبة للألترا فالت A و B طبعا احنا إذا لقينا كريم شمس في حماية من الاثنين يكون وايد زين، لأن احنا بنكون حمينا نفسنا من البي أساس البرن اللي هي الحروق، والA من الأيجينج أساس تدرين الشيخوخة المبكرة، فبالتالي احنا نكون غطينا الأشياء، ك
كلها يعني، وكنا نكون في السيف سايد، لكن ما لقينا، على الأقل ناخذ الألترا فايلت بي بس أساس نحن مرة من الحروق يعني في مجال. تمام دكتورة. وحتى بعد في سالفة المقاوم للماء أيضا، فأنا أظن هذا الشيء بيفيد للأشخاص اللي يقومون بالاستحمام مثلا في حواض السباحة وشي، فهذه بعد يستعملونها بعد يعني تعطي بعض الحماية، بس هي مثل ما قلتي مش حماية دائمة، يظلون يحطون كل ساعتين ثلاث طبقة أيضا من الكريم هذا. نعم صح. دكتورة شكرا على وقتك الثمين وعلى المعلومات الجدا قيمة اللي عطيتيني إياها. شكرا، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك، مشكورة وايد ما قصرتي. شكرا. كانت معانا الدكتورة فاطمة خليفة الحضري، أخصائي في الأمراض الجلدية، وحدثتنا عن بعض النصائح الجدا أساسية ورئيسية في حمايتنا من أشعة الصيف، هذه أشعة الشمس. مستمعين الأعزاء، عطتنا العديد من النصائح، بحاول أقول بعض النقاط الرئيسية اللي هي قالت عنها. قالت الدكتورة أن أضرار الشمس على البشرة أضرار جدا وخيمة، في أشياء تظهر في وقتها وفي أشياء إحنا بعدين ننتبه عليها مع مرور الوقت. الدكتورة نصحت أن إحنا ما نتعرض للشمس في أوقات الذروة، أوقات الذروة مثل ما هي قالت من الساعة 10 الصبح لين الساعة 4 الظهر. قالت هذا الوقت إحنا نحاول قدر المستطاع أن ما نتعرض لأشعة الشمس المباشرة. جدا نصحتنا بالكريمات الواقية، وقالت في معايير لاختيارك لهذه الكريمات، تعرف نوع بشرتك وأيضا تعرف الدرجة اللي أنت بتاخذها، يعني ما يصير أنت عايش في دولة مثل دولة الإمارات وتاخذ SPF 15 ولا 20، على الأقل الدكتورة قالت تاخذ درجة 30 وطالع. وبعد في شيء جدا مهم الكثير يغفل عنه، أن هذا الكريم اللي أنت تحطه مش لطول اليوم، أنت لازم تظل تحط طبقة منه كل ساعتين أو ثلاث لأربع ساعات، أيضا على الأقل كل أربع ساعات أنت لازم تحط طبقة من هذا الكريم الواقي عشان أنت تحمي نفسك من أضرار أشعة الشمس. وبعد في شيء مهم ذكرت الدكتورة، إحنا لازم نحرص أيضا على ارتداء الثياب الواقية، القبعات أيضا ممكن تساعدنا، وخصوصا أن إحنا بنروح في مكان مكشوف وبنكون معرضين في أشعة الشمس. وبعد الدكتورة حدثتنا عن الحروق وكيف نتعامل مع الحروق. مستمعينا الأعزاء، أتمنى أن قدرنا إحنا نفيدكم ولو بالقليل في حلقة اليوم. حلقة اليوم الظاهر كنا مخصصينها للصيف، تحدثنا عن الغذاء في الصيف وتحدثنا عن البشرة في الصيف. هذه كانت حلقتنا لليوم، شكرا لحسن استماعكم، شكرا لحسن متابعتكم لنا. مستمعينا الأعزاء، أذكركم بأن لقاح كوفيد 19 أصبح متوفر في العديد من العيادات التابعة لهيئة الصحة في دبي. الفئة العمرية اللي صرنا نستهدفها من 12 سنة وطالع، هذا بخصوص لقاح فايزر بايونتك. اللقاحات الثانية من 16 سنة وطالع. اللقاح يعتبر جدا آمن وجدا فعال، وأثبت فعاليته على مدى هذه الأشهر اللي إحنا من هذه الأشهر اللي بدينا ناخذ فيها اللقاح. لا تنسون إذا كنتوا حابين تأخذون هذا اللقاح، يجب أن تأخذون مواعيد مسبقة لهذا اللقاح، لأن نظام هيئة الصحة في دبي يقول يجب أخذ مواعيد مسبقة لأي نوع من المواعيد، وبالأخص للقاح كوفيد 19. حابة أشكر فريق الإعداد في هيئة الصحة في دبي، أشكر الأستاذة ميرا الغفولي لتنسيقها ومتابعتها لحلقتنا اليوم، وما ننسى مخرجنا شعلة النشاط، أنا أسميه الأستاذ وائل قواسمة. الحلقة معاه أبدا ما تكون مملة، ودائما نكون على أهبة الاستعداد يوم هو يكون معانا الأستاذ وائل. كانت معاكم محدثتكم الدكتورة هند العوضي، ودمتم بصحة وسعادة، مع السلامة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.